بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبعه هداه. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا في الحقيقة أنا تعبان اليوم، يعني قلت الإخوان عافاكم ما تجيو ما تسلموا عليا، ما نعرف، ما تنظنش عندي الكوفيد، ولكن واحد الزكام قوي بداني هذه أسبوع ودوز عليا واحد المرحلة صعيبة، والحمد لله كنت كنشعر براسي تحسنات الأمور ديالي، ولكن اليوم عاوتاني بداني بحال داك الشيء ديال، حتى كدت أن أعتذر لكم. إوا تشجعت وكليت شي شوية ديال الدواء أكثر من القياس، وقلت خلي نمشي عند هاد الإخوان، ما تيعز عليا أن يجي ولو غير واحد كيسمع باللي أنا غنجي ويجي يقول له راه السين كيران ما جاش، ما تنقدرش على هذه القضية هذه. فقلت خليني نمشي نشوف هاد الإخوان ديال، وأنا ما كنت ما عارفش شحال غتكون، هو واش كنعرف اللي تمارا الحزب كله القضية عنده، يعني باقي ما كاينش الحماس المطلوب، وتمارا بالخصوص كانت فيها مشاكل وكذا إلى آخره. فتخيلت أنه ما غيجي حد، فملي قال لي السي هذا شي 70 ولا 80، قلت لي انا غير 5 ديال الاخوان نجي على ودهم، قلت لي حتى واحد نجي على وده، واخا نجي غير نقجو نقول له علاش جيتي، كون غير بقيتي في الدار نبقى حتى انا مرتاح في الدار، لان حشومه الانسان جا لعندك خصك تمشي لعندو. نعم الاخوان، لانه في الحقيقه انا سمعت السي هذا وشي تخيلت بلي هذا هو الموضوع. طبعا الحال حنا دازت علينا الاحداث ديال 18 وتنبير، الاحداث او النتائج ديال 18 وتنبير، يعني من بعد ذاك الشيء ديال 18 وتنبير من الطبيعي ان تطرح بعض الاسئله. اولا شنو هو السبب؟ وانا غنقول لكم ما نبغيش شي واحد لا يقول لا يبقى يفكر باللي السبب خارجي، واخا يكون خارجي السبب حسب القرآن الكريم. منين؟ قل هو من عند انفسكم، ما اصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. بحال اللي هذا الشيء اللي وقع لنا بسببنا احنا، بحال الانتصارات ديالنا في 15 و16 توفيق من الله، ما تشكوش في هذا الشيء ولا ياخذكم غرام ديال الشك، ولا تقولوا لا حيت استعبد الله ولا ماشي استعبد الله ولا مشى ولا حيت بقى ولا. طبعا استعبد الله عنده دور، وكل واحد فيكم عنده دور، كل وحده عندها دور، ولكن النصر وما النصر الا من عند الله، ما فيها لا اله ولا حتى، والا رحنا غير كنلعبوا. طبعا كيبغي الانسان ينسب لراسو شي حاجه، ولكن حنا مؤمنين عندنا قواعد. هو كيقول هو واش هو شاورنا؟ قال لك وما النصر الا من عند الله. اللي كيعرف اللغه العربيه يخرج لي من هذا الا من عند الله عبد الاله ولا شي واحد اخر. وما النصر الا من عند الله، وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. يعاود شي واحد يخرج ليا من هذه باللي حنايا السبب ديال الهزيمة ديالنا هي الداخلية ولا الخارجية ولا الدولة العميقة ولا زيد ولا عمر، ما كاينش. حتى الإنسان إلى مرض حيت ما عندوش المناعة، هو المرض هو راه كيتسرى في الكرة الأرضية. فإذا الاولى اللي خص، لانه على كل حال غنقول لكم واحد القضيه، هذه المساله ديال نعتبروا باللي هذا الشيء هذا دار لنا ومؤامره وطططط الى اخره الى اخره الى اخره، هذا في ماذا سينفعنا؟ هاد الناس اللي داروا لنا هذا الشيء ولا ما داروا لناش، واش هما غيتوبوا الله الا سمعونا كنقولوا هذا الكلام؟ غيراجعوا مواقفهم كذا؟ افترضنا كاع هذا الشيء هذا صحيح، فوقاش كان خصنا نحتجوا؟ تجا عبد الاله ودازت عامين، كان خصنا نحتجوا ديك الساعات، نحتجوا نغوتوا ونخرجوا للزنقه نديروا اللي قال لنا راسنا، ما درنا والو.
قلنا ما فهمناش. قال تفهموا ما داوش فينا. قلنا ما فهمناش. قلنا هذا الشيء ما متفق شيء مع المكانه ديالنا في المجتمع. صاغي استابروفي هادو جوج كلمات اللي تقالوا داك الساعات. اذا حنا واحد الحزب على قد الحال ما قديناش حتى نغوتوا. خليونا نكونوا زعما واضحين وصراحة مع انفسنا مع بعضياتنا. حيت كاين اللي كيجي دابا تيقول لعبد الاله لا خصك تقول ودير ما نقولش. علاش نقول انا؟ يقولوا هذوك اللي كانوا كيسيروا داك الساعات يقولوا يخرجوا يحتجوا يغوتوا يديروا بيان. بيان ما داروش. بيان بيان ديال الاحتجاج وديال لا ماشي معقول. اذا هذه القضيه هذا السؤال هذا لا ينفع في شيء ان تطرحوه. خليوا عليكم هذا السؤال. طيب كيبقى واحد السؤال جوج ديال الاسئله اخرين. السؤال الثاني هو دابا حنايا الاخوان النهار الاول فاش قمنا لهذا الشيء. وانا دابا كنشوف الاخوان وكنتذكر بزاف ديال الاخوان هنايا القليله بيني وبينهم 40 عام ياك ولا لا؟ فين السي محرج رجدالي؟ شحال دابا من عام السي موح؟ حنا هي هذه قد قد السي العايد شحال من عام؟ سي المحمدي شحال من عام؟ بلا حساب نهار الاول فاش دخلنا لهذا الشيء هذا دخلنا على واحد الحاجه اللي كانت واضحه هي اللي كانت هي الاسلام. كان ذاك الوقت غير بلا ما تعذبي راسك استاذ تبقاي كتسجلي راه كاين مسجل غيسجل ويعطيكم هذا الشيء فهمتي ولا لا؟ راه غير تسمعوا ليه. كان ذاك الوقت الاخوان والاخوات كنا صغار. انا كنت عندي فاش تلاقيت مع الاخوان كنت عندي 21 عام. وقبل ما نتلاقى مع الاخوان انا ملي تزاديت وبديت كانوا عشوية كان الاجواء السياسيه مشتعله في المغرب. اللي بدات كتكون عندي 5 سنين وست سنين وداك الشيء نهار اللي مات محمد الخامس انا عقل على هذا الشيء بحال اللي كنشوف فيكم. وما نقدرش نقول لكم شنو درت نهار اللي مات محمد الخامس لان تقولوا هذا احمق فهمتيني ولا لا؟ من الحزن الذي اصاب المجتمع كنت انا قتل نفسي. فهذا الشيء هذا من نهار اللي كنا صغار مش عاد اليوم. وكانت الوالده استقلاليه والصديقات ديالها استقلاليات. الوالد لا الوالد كان ما تيدخلش في هذا الشيء نهائيا. كان رجل تيعرف الجامع والحانوت والزاويه والمارشي والدار هذا الشيء اللي كيعرف فهمتيني ولا لا؟ يعني كانت واحد السيده سميتها امي طابوم اللي كتكون غاديه كنلصق فيها كنمشي معاها للتجمعات وهذا الى اخره. فسبق لنا كانت عندنا علاقه مع حزب الاستقلال كحزب سياسي. كانت عندنا علاقه من بعد داك الشيء مع الشبيبه الاستقلاليه. من بعد داك الشيء كانت عندنا علاقه مع الشبيبه الاتحاديه. حاولوا معنا حتى الى الامام فهمتيني ولا لا؟ الروح اللي جيت بها من الاسره ديالي ومن الوسط ديالي من الجامع لان احنا ملي تزادينا انا ملي تزاديت بديت كنكبر شويه الوالد شدني دارني في الجامع وقال الفقيه قال لي انت قتل وانا ندفن فهمتيني ولا لا؟ هذا الشيء اللي كاين ديك الساعات. والمسجد ديال الصلاه والدروس داك الشيء هذا الشيء هذا الوسط اللي كبرنا والقرايه. انا مبكر في الاعدادي قريت الكتوبه ديال محمد ديال عباس محمود العقاد وقريت الكتوبه ديال توفيق الحكيم وقريت الكتوبه ديال طه حسين وقريت الكتوبه ديال 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 ديال, ديال واحد العدد ديال الناس من بعد داك الشيء ديال جورجي زيدان الى اخره. هذا الشيء كل شيء واخا جورجي زيدان يعاب عليه ما يعاب عليه ولكن جورجي زيدان درت روايات اسلاميه كاين 22 روايه في السلسله ديالو قريت 21 وحده الداليه واحد النجار معمرو جابها غيكون مات مسكين بدون شك السي المختار الله يرحمه على كل حال. انا كان رجل كبير ديك الساعات اصلا. فكبرنا في هذا الشيء. النهار اللي تلاقينا شي شباب تيتكلموا على الاسلام لانه كنا مضغوطين
كنا في أوساط ما كنلقاوش فيها الراحة ديالنا، وملي كان ملي كنتلاقاو مع يعني معاهم شي تيف في رمضان شي شفنا بعينينا، ماشي شي أنا واحد النهار داني واحد الاتحادي بلا ما نذكر السمية ديالو عند واحد المجموعة فهمتيني ولا لا، وأنا ما هذيك الساعة متعاطف بطبيعة الحال مع كنشعر براسي اتحادي بلا ما قال لي تا واحد تولي الاتحادي لا جوج، ملي لقيتهم مع الدخلة كنلقاهم تيكميو في وسط رمضان شي واحد تيكمي ولا شي حاجة، وقال لي هذاك اللي ذاك المناضل اللي تقبلني باش يدخلني في 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 سميتو في في المجموعه، قال لي واش كتصوم؟ هذا هو السؤال الاول، قلت له طبعا كنصوم، قلت له بحال محتد فهمتيني ولا لا، فاحنا ما لقيناش الراحه ديالنا في الوسط السياسي بصفه عامه فهمتيني ولا لا، يسمح لنا السي اخ ديالنا الاتحادي سابقا، هذا الشيء اللي كان تعقل عليه على هذا الشيء، فما لقيناش. انا واحد النهار في المدرسه المحمديه للمهندسين جيت نتكلم قلت بسم الله الرحمن الرحيم، داروا معايا تقريبا ماشي محاكمه انما استنطاق صفتوا علاش نقول بسم الله الرحمن الرحيم. كان واحد الاستاذ السوري كيدير الدروس كيقري في كليه الاداب تيقول بسم الله الرحمن الرحيم كيبقاو يجرجروا الدراري رجليهم في الارض، تيقول لهم هادو الشياطين سمعوا بسم الله الرحمن الرحيم ويخرجوا، فهمتي ولا هذا حفوني عليهم. فكان جو حنا ملي لقينا الاسلام دخلنا للاسلام بون حقيقه كان 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 تيار لا بغينا نقولوا عنده واحد الجانب السياسي عنده جاذبيه، حيت كانت كانوا رجال التبليغ كانوا جماعات صوفيه ديك الساعات ديك الساعات البوتشيشيين كانوا بزاف، وهذا الجماعات الصوفيه التقليديه ما بقاش عندها اقبال بحال الدرقاويين والتيجانيين، ولكن ديك الساعات البوتشيشيين وكذا الى اخره، وكانوا بعض الناس عندهم نشاط اسلامي ثقافي ولكن ما عندهمش النفس الحركي، كانت الشبيبه كان عندها نفس حركي وكذا الى اخره وتتصرف سياسيا وكدير امور فهمتيني، لا انجذبنا الى هذا التيار. اذا حنايا اللي خلانا ننتميو لهذا المسار هذا هو الاسلام، واش ذاك الشيء اللي دار واش كان في محله ولا خطا ولا فهمتيني، لا لابد نعترفوا هذا الواقع هو هذا، ذاك الشيء كان واقعي فهمتيني، لا كان العنف وكانت امور، ولكن حنايا اللي جرنا لهذا الشيء هذا هو الدين الاسلام. فهاد الدين دابا اللي عطى الله عطاه داز دابا 40 عام ولا اكثر، واش هو يعني واحد هذه واش مرحله هذه غادي نضرب عنها صفحا ونتجاوزها، او انها مرحله اساسيه في حياتنا؟ هل العقد الذي عقدناه بيننا وبين الله سبحانه وتعالى لما دخلنا الى هذا المسار، هل هذا العقد انتهت مبرراته؟ هل كان خطأ؟ هل كان خطأ أننا دخلنا لهذا التيار؟ هل انتهت صلاحيته؟ هل صافي دابا نشدو كونجي نمشيو كل واحد فينا يتصنت العظام فهمتيني ولا ويتسنى الموت ولا شوف شنو غيتسنى ولا باقي هذا الشيء هذا؟ اسمحوا لي ما انتظرش منكم الجواب، انا غادي نجاوب. انا قناعتي الشخصيه ان هذا اعظم ما وقع في حياتي انا شخصيا، كنحمد الله وكنشكرو ما عرفتش كيفاش ندير نشكرو في الحقيقه، لانه انا عمرني ما كنت ملحد من النهار اللي كنت وانا مسلم الحمد لله. طبعا كنت كنلتزم شويه ونحارف شويه الى اخره، ونصلي في الوقت وما نصليش في الوقت، وشي مرات ما نصليش كاع. اللي ما نعقلش على راسي درتها هي جوج الحوايج، ما عمرني فطرت رمضان متعمدا بطبيعه الحال، خلي لك كنت مريض شي مره ولا حياتي كلها، وما عمرني شربت الخمر. الشيء الاخر كلشي داك الشيء اللي كيدير الشباب كنت مره هكا مره هكا الى اخره، ولكن منذ ان التقيت بهؤلاء الاخوه يعني عاشت في نفسي وفي روحي منطق الالتزام، نلتزم بالاسلام بجديه ونرد البال للصغيره والكبيره، شي مرات كان نجح في داك الشيء شي مرات، فخص الاخوان زعما يفهموا انه يعني 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 هذا اعظم شيء وقع في حياتنا جميعا،
وكل واحد فيكم دابا يتسائل كيفاش كان، راه كلكم كنتم مسلمين، ولكن كيفاش كان الالتزام ديالنا بالاسلام؟ انا حتى تلاقيت مع الاخوان، عاد رجعت عاوتاني لذاك الشيء اللي كان الوالد كيبغيني ندير نحفظ القران الكريم، قلت كنعاود نحفظه من خاطري، عاد حفظت سوره ياسين ما كنتش حافظها هذه، وحفظت واحد العدد ديال الصور الى اخره، بون مع الاسف ما بقيتش حافظ داك الشيء، كنت حافظ غير واحد النسبه محدوده، ولكن الحمد لله وبديت كنصلي في الجامع وكنصلي الاوقات كلها، كنت كنصلي الجمعه سير الشيء الاخر مره هكا مره هكا، فهمتي ولا لا؟ كاين شي واحد العام جمعت عام كاع بغيت نصلي عام كامل، عيط نصلي سخفت ما نعرف واش كملت ذاك العام ولا ما كملتوش، الراجح ما كملتوش، فهمتي ولا لا؟ عاد الحمد لله عاد بديت كنقدر شنو هي الحاجه اللي حلال شنو هي الحاجه اللي حرام. هذا ما كيعنيش انني ما عمرني وقعت في شي معصيه ولا شي مخالفه ولا، ولكن الشيء هذا وقع وقع، وكنسترجع وكنتوب وكنستغفر الله سبحانه وتعالى. بديت كنقدر الكلمه ديالي شنو هي الكلمه، كيفاش نوفي، ما تقولش شي حاجه اللي ماشي صحيحه واخا تكون كتبان لك بسيطه، فهمتيني ولا لا؟ الايامات كنهضر مع شي واحد قلت له ودي فلان فلانه قلت لها باش 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 تبني واحد القبر واش بناته ولا ما بناتوش، عطيتها الفلوس في الحقيقه باش تبني داك الشيء، قال لي السي بلي قول لها راه بغيتي تمشي تزور القبر وغتقول لك الرقم ديالو الا كانت بناته. قلت له ما نكذبش انا ما باغيش نمشي نزور القبر، ربما في واحد الوقت لو كان قال لي هذه الهضره تقدر تدوز عليا، ما دابا ما يمكنش، كيف يتخيل ان الانسان يقول شي حاجه ماشي صحيحه، فهمتيني ولا ما يمكنش هذا الشيء هذا. وهكذا والله سبحانه وتعالى خذا بيدينا وتعرفنا على واحد العدد ديال الحوايج، فهمتيني ولا لا، اللي ما كناش عارفينهم، ولينا كنديروا الدروس في المسجد، ولينا ما تستغربوش من هذا الكلام تنقول لكم، راه كل واحد فيكم دار شي حاجه من هذا الشيء، كل واحد فيكم اللي ما كانش كيتكلم مع العائله ديالو ولا كيتكلم معها، اللي ما كانش كيصلي ولا كيصلي في الجامع، اللي ما كانش كاين هذا الشيء ولا ما كاينش؟ الحمد لله ياك ما باقي نازين مقضين لا نطلبوا لكم شي قهوه لواحد ماشي بزاف، خص غير شي 700 درهم وانتم تقويتيو كاملين شي مقراج كان شحال هادي واحد السيد كان كيدور في التران بالمقراج في اتاي والبيض والخبز، مع الاسف حيدو داك الشيء يا حصيل. فبغي نقول لكم انه يعني هذا الشيء دابا اللي وقع في الحياه ديالنا اذا تقبلوا الله تعالى اذا تقبله يعني ما رافق التزامنا بالحركة ثم بعد ذلك في داخل الحزب، يعني هذا في حد ذاته يعني ما رافقه هو ما لا يزال يرافقه إلى الآن. أنا متأكد أنه الحمد لله حتى واحد فيكم دابا ما كيتخلى على الصلاة، والراجع حتى واحد ما كيتخلى على الصلاة في المسجد إلا، وهذا شيء كبير جدا عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله نجد هذا عند الله سبحانه وتعالى. ولكن واش هذا الشيء احنا ما دخلناش لهذا الدين هذا غير باش نصليو، دخلنا كذلك باش نقوموا بالواجب ديال الدعوه، الا كتعقلوا على هذا الشيء، دخلنا للدين بمعنى دخلنا للدين بهذا المعنى ديال الالتزام، وشحال من واحد هداه الله سبحانه وتعالى على يدينا، الا كتعقلوا كل واحد فيكم راه ربما حتى هنايا كاين ما شاء الله داك الشيء سبحان الخالق. فهاد الشيء هذا واش هاد الشيء هذا قناعه سياسيه داز الوقت ديالها، ولا كرام من الله سبحانه وتعالى يقتضي الصمود والصبر والثبات؟ جاوبوني. الله يجزي بخير سيد الدراج اللي قرأنا الآية الأخيرة من سورة آل عمران، هذا كرم من الله سبحانه وتعالى أعطاه لنا، ولكن ما كاينش فيه يعني لانتريوتور، ما كاينش فيه صافي، فيه فاعبد ربك حتى ياتيك اليقين. اذا كلشي داك الشيء اللي كنا كنديرو باقي صحيح وغيبقى الى يوم القيامه، وهو نزيدو نصبرو نزيدو نلتزمو نزيدو نجتهدو نزيدو نقومو بالدعوه نزيدو نتحركو نزيدو، كان الشيء ولا ما كاينش؟ طيب عندنا دابا واش عندنا شي قضيه ولا ما عندناش؟ كانت عندنا قضيه آمنا بها، وهي نشاركوا القوم ديالنا في الحياة السياسية
شنو نديرو؟ نبقاو نتفرجوا داكشي اللي تيوقع قدامنا نتفرجوا فيه، شو ما كانت النتيجة؟ ولا نوضو حتى نديرو ثورة انقلاب؟ اش نديرو؟ خصنا شي حل. كنشوفوا الامور ماشي هي هذيك، كانت ماشي هي هذيك وباقيه ماشي هي هذيك، مع ذلك تنقول الحمد لله قياسا الى دول مشابهه وشعوب مشابهه والى اخره، الحمد لله رحنا يا زعما المغرب راه الحمد لله. ولكن مع ذلك رغم انه المغرب مزيان، ولكن باقي شحال الحاجه. انا والله الا تيدخلي غير الراس باش نضبط شنو واقع في هذا المغرب، فين ما مشيتي تبدتي التعليم من وجود الطاولات فهمتيني ولا و و و و و وجودة يعني الدروس وغياب الأساتذة و يعني البرامج وإلى آخره، إلى المناهج والأمور الكبرى، إلى آخره إلى آخره إلى آخره، فهمتي ولا مشيتي للصحة نفس الشيء، مشيتي يعني للفساد الانتخابي ملي مشيتي في فهمتيني ولا وواحد القضية كاينة صعيبة بزاف، وهي يعني هاد الكثرة ديال الأشياء وشي دافع شي، على ما تجي تفكر في التغيب ديال الأساتذة يجيك المشكل ديال التجهيزات اللي ما كايناش في سميتو، على ما تجي تفكر في التجهيزات يجيك المشكل ديال الصحة، على ما تفكر في الصحة يجيك المشكل ديال المياه، على ما تجي تفكر في المياه والاخبار تتصارع وداك الشيء وكذا الى اخره، هادشي كله واقع في هاد البلاد هادي، وشكون اللي في الاخر غيخلص الثمن؟ حنا مواطنين شكون هما حنا؟ الا كنتي من هذيك الطبقه اللي عندها قرايتها وعندها الطب ديالها وعندها الفلوس في الجيب في الداخل وفي الخارج وعندها الورقه ديال الطياره وعندها الباسبور ما نعرف شنو الى اخره، فهمتيني؟ لا، لكن انت من هذا القبيل قولوا عليا، انتم مواطنين عاديين وحتى انا مواطن عادي. طبعا انا كنت رئيس الحكومه، الا بغيت نبدا نفكر بهذا المنطق هذا نقدر ربما لقيت انا شي بلاصه في وسط، ولكن انا هذا الشيء ما تنامنش به، انا تنامن ببلادي بعد الله سبحانه وتعالى، نعيش فيها نموت فيها نمشي للحبس نبقى حي بحال عندي زي، طبعا ماشي بحال طبعا، ولكن الا قدر الله سبحانه وتعالى ماشي بزاف، هذا ماشي بزاف باش نضحي انا، مئات الالاف احسن مني ضحاوا بالارواح ديالهم، شنو المشكل؟ فهمتيني ولا لا؟ اذا ما يمكنش حنايا نبقاو بدون قضيه، اذا داك الشيء الذي قمنا من اجله، طبعا لما قمنا من اجل العمل السياسي اخترنا العمل السياسي، اخترنا ما نديروا لا ثوره لا انقلاب لا ندخلوا فيها لا، حيت يمكن لك دير اللي بغيتي، واش غتنجح ولا ما غتنجحش هذه حاجه اخرى، فهمتي ولا لا؟ عند فريب الحساب في الاخر، واش انت غتلقى راسك في الحبس ولا غتلقى راسك في المقبره ولا غتلقى راسك في رئاسه الحكومه؟ الله اعلم. راه مرسي لقى راسو يعني في الحبس ثم لقى راسو في المقبره، راس الشيخ راشد الغنوشي لقى راسو في الحبس في الاخر، راه اخرين يعني راه اردوغان رئيس ديال 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 الدوله ديالو 20 عام ودابا ما نعرفوش غيبقى ولا ما غيبقى الى اخره، هذا الشيء هذا ما كاينش فيه الضمانات. قلنا غنمتيو تقبلتي هذا الشيء ودخلتي للحزب واجتهدتي وكذا الى اخره، وجاب الله التيسير. واش الاخوان بكل تواضع، واش النهار الاول فاش دخلتي للحزب كان عندكم في البال هذا الشيء؟ فكرتي وغتوليو في رئاسه الحكومه ولو عندكم رئاسة الجماعات ولو عندكم الشيافر والطوبيلات والأجور والمكانة ديالكم في المجتمع وتتبانوا في التلفزيون؟ إلى تلفزيون حنايا كان بوليسي واحد محامينا كاملين، هو السي الخلطي سميتو هذا محمد ياك سميتو محمد سميتو الخلطي، الله يكون معاه، انا كتعرفوا بلي العلاقه ديالي تحسنت معاه وبقت متحسنه لدابا، كنسول فيه لدابا فهمتيني ولا لا؟ لانه حنا ماشي عديان، ماشي عدو ديال البوليسي، واخا هو ساهم في التعذيب ديالي وصفتني للحبس المرة الاولى وصفتني لدار مولاي شتري في المرة الثانية، ولكن كان كيدير هو شغال وكندير انا شغالي، ماشي انا ماشي عدو ديالو ولا هو عدو ديالي،
انا النهار اللي جا داكشي ديال الانصاف والمصالحه قالوا لي الاخوان سير السال الا انت تطلب داكشي اللي كيطلبوا عاود لهم شنو قال. قلت لا. قال لي شي واحد من الاخوان دابا نقول لكم السميه ديالو قال لي سير لي سير انت ما تطلب والو انت طلب غير ديرها من رمزي. قلت له ما نمشي ما نهضر معاهم ما نتكلم معاهم ما نطلب حتى حاجه. انا درت شغالي وما داروا شغالهم. ماشي كنا جالسين في ديورنا جو قالوا لنا جيو تمشيو لا. حتى حنايا درنا المظاهرات وزعنا البناشير الى اخره. ما الحمد لله ما عمرنا حنا تورطنا لا سلاح لا حتى شي حاجه ولكن ماشي كنا جالسين في ديورنا وما نطلب منهم حتى شي حاجه وهذوك اللي داروا لي داك الشيء الله يسامح عليهم. فهمتني ولا انا ما اخذ حتى شي واحد صافي عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. هذه ما كيقولوهاش هذوك اللي فحنايا الاخوان هاد الشيء هذا اللي درنا لانه كانت عندنا قضيه. هل انتهت هذه القضيه؟ هل صلح حالنا واصبحنا امه من الناحيه السياسيه يعني مقاد لها كل شيء؟ بالعكس وجاب الله التيسير ولينا في رئاسه الحكومه. انتم عارفين القصه عارفين المره الاولى والمره الثانيه ورئاسه الجماعات هنا غير تمارس سيرتي وشحال من مره جوج ديال المرات سيرتي انت والثانيه راه كانت هذيك نصر مبين لانه الاولى بعدا كانوا ما تحملكم الا بمشقه والثانيه اللي كان خاصكم تسيروها حيدكم يعني بهذيك الاساليب اللي هي معروفه وكذلك بسبب انفسكم بما فعلتم وبما اختلفتم وبما تصارعتم وبما تنازعتم وبما وبما, وبما, وبما غير معقول وماشي في هذا الشيء كل شيء بحال بحال ماشي بحال بحال فهمتي ولا لا. كاين اخوان اللي غلطوا اغلاط انت دابا المراه ديالي كتغوت عليا كتقول لي كيفاش الدراري عاد جاوا البارح انت ولا وجالسين كينتقدوا فلان وينتقدوا فلان اللي سبقوهم 20 و30 عام وما نعرفش شنو غير يعقلوا هذا الكلام. هذاك حسن البنا رحمه الله كيحكي هذاك الشيخ هذاك السي سالم العوات يقول له ودي بدا العمل ديالو في 12 عام بدا بواحد اسس واحد الجمعيه دار فيها اربعه ديال الاهداف من هاد الاهداف الاربعه الاجتماع على 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 التشجيع على الصلاه والبر ديال الوالدين واحترام الاكبر سنا اربعه ديال الاهداف الاولى ما عرفت كيفاش التدين ما التدين ما كنتش عاقل عليها دخلوا شوفوا هذاك خاص شو ان حنايا دابا تنتكلموا على حاجه سميتها شنو سميتها الاسلام واول ما تنفكروا نديروا تنخالفوا هذا الاسلام كيفاش كيف تريدون ان ينصركم الله وانتم كتخالفوا الدين ديالكم ما يمكنش هذا لا يمكن تين ولا فحنايا الاخوان هذا الشيء هذا مشينا فيه وجاب الله هذه النتيجه عاوتاني بما قدمت ايدينا الحمد لله ياك المسلمين كيقولوا الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه جاب الله دابا شنو نديروا نحلوا هذا الشيء نمشيو في حالتنا راه ما عندك تسحب لكم راه تجيني هذه الفكره للبال انا نسيست بعض المرات هذه الفكره عليا كتجي يعني كتقجر عليا هذه الفكره هذه تنقول انا على اكثر تقدير تنبقى نقول مع راسي وش وانا شنو باقي لي كاع ما ندير مع الاخوان ولاش انا كبرت وصافي وكل شيء المسؤوليات اللي كان من الممكن كاع يجوني للبال تحملته رئاسه الحركه رئاسه الحزب رئاسه الحكومه صافي والسن وكبرت ونمشي نطلعيت انا ايوا وهذه المهمه هذه المهمه التي قمنا من اجلها للمساهمه في اصلاح واقعنا واش بحال الحضور ديالنا بحال الغياب ديالنا انتم دابا مشيتوا وما تزالون من سمع الدنيا وبصرها دابا الصحافه مع من مشغوله مشغوله مع عبد الاله بن كيران مشغوله مع اخنوش ومع عبد الاله بن كيران ياك انا ما بقيتش رئيس حكومه قال لك واحد السيد قال لك وصى ولادو قال لهم النهار اللي نموت دفنوا معايا شي واحد في القبر 24 ساعه بقاو كيقلبوا ما لقاو حتى واحد اللي بغى يمشي مع القبر هما يلقاو واحد السيد حمال حنا كنسميوه فاس الزرزاعي هو تيزرزي بمعنى كذا داو معاهم قالوا له نعطيوكم 100 دينار لاباس عليه راجل لاباس عليه 100 دينار وعمر الدينار ما شافو كيعرف غير القرش والحساني والموزونه وداك الشيء
دخلوه معاه وداروا له فين يتنفس فهمتيني ولا لا، وخلاوه في هذاك القبر. لا غدا جاوا معاه، جاوا طلعوا قالوا له نضر، قال لهم غير مشيتي وجاوا واحد الجوج، حيت زرزاي شنو عنده في الخدمه ديالو؟ عنده الخنشه وعنده الحبل. الخنشه كيدير فيها السلعه اللي عطيتيه باش يوصلها لك للدار. سي عبد الرحيم لاباس، جوال جوالك جوال جوال، انت سميتك ياك ماشي عبد الرحيم؟ عبد الله. عبد الله وكذلك الحياه كبرات بزاف. لا مزيان الانسان اللي يمشي عند الله يديها معاه بلا ما يبقى يسولو حتى هي عليها عاوتاني، فهمتيني ولا لا؟ قال له قال لهم غير مشيتي وجاو عندي واحد الجوج، قالوا لي سميتك؟ قال له راه ماشي انا اللي ميت، ها اللي ميت. قال لهم الليله كامله وما كيسولوني هاد الحبل وهاد الخنشه منين جبت الفلوس باش نشريهم. قال له ما دباكم هذا اللي مات عنده هاد الثروه 400 عام ديال الحساب بحال واش تقدو. يوم قالوا له عرفتي اش ديرها؟ 100 دينار اللي اتفقنا عليها. قال له 100 دينار، انا دابا ناخذ منكم 100 دينار. قال له عرفتي اش غديروا؟ هاد الحبل وهاد الخنشه. ها هو لاحهم عليهم ويهرب. ف ياك ماشي انا اللي ميت، هضروا مع رئيس الحكومه، هضروا مع الوزاره، مالكم انتم مقابلين هذا بالله من كلام، هذا بالله من كلام، هذا بالله من كلام، العداله والتنميه. علاش؟ لانه المرور ديالكم في المسؤوليه، واخا ذاك رئاسه الحكومه كانت رئاسه الحكومه، يعني ماشي كنا كنسيروا الحكومه، ما كاينش هذا الشيء. كنا كنترأسوا الحكومه، وكنسيروا شي حوايج معظمهم فالتين لينا، فهمتي ولا؟ كانوا كيسيروا الوزراء اللي بحال اخنوش وبحال ولي حفيظ وبحال وغيرهم، وزير الداخليه وجنس بيتكوا، وحتى ديا ولنا. واحد النهار قلت لسيدنا، قلت له نعم سيدي، راه هاد الوزراء راه ما تيجيو عندي حتى كيوحلوا. قال لي راه انا السي بنكيرا، تنقول لهم سيروا قولوا للسي بنكيرا، واخا يقولوا لهم ما عندهم غرض بيا، اش بغوني؟ ملي تيكون عندهم اتصال مع شي مستشار ولا شي حاجه كيعفروا. واحد النهار جات عندي واحد الوزيره قالت لي يا السي بنكيرا الحقيقه انا جيت نتخبع فيك. تخبع قالت لي هكذا، بمعنى اخر اللي كانت كتواصل ليا وياه ما بقاش معمر معاه السوق، طلعت له الدم وهو يكركبها، جات عند السي بنكيرا. هذه هي الحقيقه يعني. ومع ذلك قدمنا خدمه لبلدنا لا تقدر بثمن، ساهمنا في انقاذ المغرب. بغى اللي بغى، كره اللي كره، تفكر اللي تفكر، فهمتيني ولا لا؟ عادي تخيل باللي العداله والتنميه خرج ل 20 فبراير، وهذا هو الرقيع بعينيه. حيت العداله والتنميه هو عبد الاله بن كيران والامانه العامه ومجلس الشورى. عبد الاله بن كيران والامانه العامه ومجلس الشورى، فهمتيني ولا لا؟ ما خرجوش ل 20 فبراير. هي بحال داكشي كله. يعني الا اسماء سميتم وانتم واباؤكم من انزل الله بهم السلطان. فهمتيني ولا لا؟ المجلس الوطني ما خرجناش، بعض الاخوان خرجوا صحيح، كان فيهم حتى زعامات بحال السي مصطفى الرميد، بحال السي الشوباني، بحال هذو اللي كانوا معروفين. السي سعد الدين العثماني خرج من بعد ما عرفتش علاش خرج، عمرني ما فهمت هذيك الخرجه ديال السي سعد الدين العثماني في 20 في مارس. اما هو ما كان معانا، احنا كنا في الامانه العامه. السي عبد العالي حميد الدين تقلق وخرج، وحنايا كنا 13 لواحد فيما اذكر، 11 قالوا ما نخرجوش، وجوج صوتوا فارغه. هادشي اللي كاين. الاخوان ديال الشبيبه الله يجزيهم بخير قرروا يخرجوا. صيفط لهم قلت لهم الا خرجتي ولا ما تليتش كنعرفكم، تراجعوا تاخذوا القرار تراجعوا. قالوا اللي بغى يخرج كيخرج على هادشي. قلتوا عودتوا، دابا عاد ناض واحد الاخ ديال الناس، ما بغيتش نذكر السميه ديالو بلاش، من الاحسن انت ولا؟ قال لهم لا خرجنا، العداله والتنميه خرجت. ما خرجاتش العداله والتنميه، هذا كذب وبهتان. خرجوا بعض الافراد من العداله والتنميه، والعبره بالمؤسسات ماشي بحشومه حشومه حشومه هذا الشيء. وما تعرف هذا الشيء، انا جاتني هذه كوموند بصراحه، انا كنظن هذه سيت كوموند، كنظن فهمتيني ولا؟ والتاريخ غادي يبين هذا الشيء. علاش هذا الكلام كيتقال دابا؟ شنو هو؟ البارح كنقرا في الصحافه باللي نيران صديقه تكشف بهتان عبد الاله بن كيران. كشفوا لي البهتان، كشفوا لي كذبه وحده. هذه الحياه ديالي كلها يدوز معكم وحده، والله ما نزيد معكم نهار، نكذب ونبقى معكم. عندي الوجه ديك الساعات ملي نكذب عليكم ونبقى معكم.
وقولوا لي يا الاخوان خرجتي ولا ما خرجتيوش في 20 يناير ولا التزمتيو بالقرار ديال الامان العام؟ يلا قول لي شكون اللي خرج. يلا يهز يدي. مزاب لا بدا يعيرو الناس المجتمع المدني حنا خوانا في خدمه وطننا. ملي نكون انا كندير الحاجه اللي فيها المصلحه ديال البلاد، دابا تبينت الخيانه ديالنا ولا لا؟ من بعد كل شيء، هذا الشيء اللي وقع، ليبيا ما بقات عارفه راسها من رجليها، الدول اللي ما بقات عارفه راسها من رجليها، تونس هي الاخرى اللي كنا كنعتزوا بها، انتم كتشوفوا شنو وقع. حنا قمنا بدور كبير شريف يعني شجاع، والله سبحانه وتعالى اعترف لنا، وجلالة الملك اعترف لنا، والشعب اعترف لنا. كيفاش تجت الانتخابات ديال 25 نوفمبر؟ وكيفاش تجينا حنا فيها الاولين؟ كيفاش تجبنا 107؟ كانت عندنا 46 جبنا 107. وكيفاش تترأسنا الحكومه؟ وكيفاش هادشي كله تجاوزوا عليه فهمتيني ولا، واللي خدا المناصب وكذا الى اخره، وجا واحد الوقت قال لك بلا خرجنا، حتى حنا خرجنا. طبعا وثم هذا لا يعتز به، لانه في النهايه هذه مخالفه للاوامر ديال القياده، هذا حزب، هذا فهمتيني ولا. فاليوم الاخوان واش هذه القضيه ديالنا انتهت؟ صافي نشدوا كونجي نشوفوا حالتنا؟ لا، خصنا نبقى، لانه البلاد باقي ما تسواش المشاكل ديالها، وما غتسواش، غيبقى دائما عندنا الخدمه، واخا نوليو دايرين هنايا السويد غيبقى عندنا الخدمه في المغرب. هذا من جهه. من جهه اخرى، المرحله اللي كتمر منها البشريه لا تقتضي اننا نتجاوزوا ونتسامحوا وندخلوا في هذا الشيء. المرحله اللي كتمر منها البشريه مرحله خطيره. دابا بعد واحد القضيه، حنا دابا تنعيشوا الهيمنه ديال الغرب الراسمالي، هادشي كتعرفوه كاملين، وعلى راس الولايات المتحده، ولكن نحن على ابواب تحولات لا نعلمها الا الله. سواء انتصر الغرب الراسمالي برئاسه الولايات المتحده والحلف الاطلسي، او انتصر يعني 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 انتصرت روسيا والصين والهند، او لم ينتصر منهم احد واتفقوا، غندخلوا مرحله جديده. هذه المرحله الجديده كيفاش غنديروا لها؟ واش في هذا الوقت هذا حنا نكونوا غايبين؟ انا واش عارفين شنو تيخصنا نديرو؟ ما عارفينش. لانه ملي غينتصروا هادو عاد تعرف شنو يبدا يبان لك شويه بشويه، ماشي بهذه السهوله كيبان لك الله يرحم الحسن الثاني اللي عقلتي عليه ملي رجع من امريكا في 94، تيقول لهم سي جي بيان كومبغي، اذا كنت قد فهمت جيدا. تما فاش تبدلت واحد العدد الامور وتعطات الحريه ديال الصحافه الى اخره الى اخره الى اخره. هذا عالم هكذا داير. واش تيسحب لكم حنا مستقلين 100%؟ في هذه المرحلة هذه، إذا كان عندكم ما تقولوا، إذا كان عندكم ما تديروا، إلا كان فيكم بحال اللي سولتكم في الأول ما يدار. لكن أنت والإخوان ديالنا، لأن هذا العمل السياسي فيه واحد 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 الفخ. شو هذا الفخ؟ وهو بعض المصالح المادية المرتبطة به. كتكون استاذ ولا معلم ولا موظف، ولا كتقبض 5-10 آلاف درهم، 15 ألف درهم، كتولي نائب برلماني كتقبض 30 ألف درهم ولا زايده، فهمتيني ولا. كتكون يعني استاذ ولا في الجامعه كتولي وزير، كيوليو عندك جوج ديال الطوموبيلات، ولا عندك ما نعرف شنو. كتكون يعني موظف مواطن عادي كتولي رئيس جماعه، فهمتيني ولا. الناس كيسلموا عليك وكذا الى اخره. هذا راه غير فخ، لان داك الشيء هذاك ما دايمش، كون كان دايم واخا. من الامور اللي ما خلاتنيش تسكن في الدار ديال رئيس الحكومه، في الاول عندك الدار كنعرفها كتعجبني من قبل، فهمتيني ولا. مشينا عند السي عبد الرحمن اليوسفي فيها، وقبل داك الشيء شتها، وداك الشيء كنعرفها كتعجبني. اول ما قال لي سيدنا نمشي، قلت نمشي، وشويه كنسمع الكلام التي تولي رسميه. شي واحد من المحيط قال لي واحد الكلمه، قال لي، قلت هاد الدار هذه اذا ماشي رسميه، ويمكن اذا في اي لحظه يقول لك صافي يا سيدي سالات المهمه ديالك، جمع قشوشك. تما انا خارج
بعد شهر ولا 15 يوم ولا عام ولا عام ونص محشم وهز القجقل ديالي فوق الدار ديالي وداك الشيء، اسيدي انا ما غنمشي حتى لشي دار، انا غنجلس في داري فهمتي ولا لا؟ انا غادي نجلس في داري. بقيت جالس في داري وهذيك الدار قال لي سيدنا، قال لي شوف انا ما عطيتهالكش باش تسكن فيها، عطيتهالك باش الى جاو عندك الناس تسكن فيها الناس. قلت له الله يبارك في عمر سيدي انا داك الشيء فهمتي ولا، الحمد لله شي بس ما كاين. ما هذا الشيء كله كيدوز، رئاسة الحكومة كدوز، الوزارة كدوز، رئاسة الجماعة كدوز، فهمتيني ولا؟ علاش غتبني؟ توقع في الفخ. بل كاين بعض الناس اللي قالوا لي الإخوان اللي ملي تحسنات الأحوال ديالهم تغير النمط ديال الحياة ديالهم، فهمتيني ولا؟ ياك ما طولت عليكم الشرف. فهمتيني ولا؟ يعني تغير النمط ديال الحياة ديالهم وداك الشيء وكذا إلى آخره. إيوا شنو هي النتيجة؟ قال لك النتيجة دابا وحلو، داروا كريديات ما نعرف شنو، مالنا خويا ياك لاباس، سير على قد الحال ديالك. هاد الشيء هذا اللي جالو كيخصو يجيلو من أجل سبب أساسي، وهو يخدم الدولة ديالو، يخدم المجتمع ديالو، يخدم الأمة الإسلامية ديالو. داك الشيء اللي كيرافقوا ديال المسائل، يعني الا بغينا نقولوا المنافع والمصالح، هذاك الشيء خصو يكون ماشي ثانوي سكوندير، لا يكون ثاني دوزيام مهم. ما نقول لكمش انا بحال كنت نائب برلمان بحال ما كنتيش بحال كنت رئيس جمهوريه، لا ماشي صحيح غير صحيح، ولكن ماشي داك الشيء على الجينه، سمحوا لي الاخوان. ولهذا بزاف ديال الاخوان دابا اللي ما بقاوش كيبغيو يجيو للحزب، ما بقاوش خويا من اللي ما علاش، شو اللي مشى؟ الله مشى، الجنه مشات، النار مشات، المصلحه ديال المجتمع مشات. قولوا لي الا شي حاجه من هذا الشيء مشات وتبدلات واخا، لكن هذا الشيء كله باقي، هو اللي دخلنا عليه النهار الاول. مشيتي فين؟ كل واحد فيكم مشى يدخشش ليا في الدار ديالو فهمتيني ولا، واخا تمشي للجامع وتجي فهمتي تقرا القران والى خصك تقرا القران، الا ما نفعكش وبان عليك في الدنيا علاش غينفعك؟ علاش ما نفعكش القران؟ واش تيقول لك جلس في الدار تخبى في الدار؟ قل كان اباؤكم، ياك هو اللي قالها الله سبحانه وتعالى، او ابناؤكم او اخوانكم او عشيرتكم الى اخره. القران خصو يبان عليك، يبان عليك هي تخرج تحرك جهد المستطاع، دير داكشي اللي قال لك، تعبد الله دعي الله تقوم بالاصلاح تامر بالمعروف تنهى عن المنكر. كاين شي امر بالمعروف ونهي عن المنكر اكثر من اكثر من اكثر من السياسه. دابا ملي كان السيموح رئيس ديال الجماعه، كاين شي نهي عن المنكر اكثر من داكشي؟ واش تمشي عند رئيس الجماعه وتبدا تقول له اتق الله ما تسرقش ما تخطفش، ولا من الاحسن تحيدو تجي انت في بلاصتو، وانت ما غتسرق ما غتخطف الحمد لله. ونفس الشيء نفس الشيء في كل شيء، خصوصا في هذا الزمان الذي نعيشه ايها الاخوه الكرام. وانتم ترون، قلت لكم دابا انتم بقيتوا مرايه قدام العالم وقدام الناس. الحمد لله يعني المرور ديالكم وخلال 10 سنوات من قبل في البرلمان 20 سنة ولا أكثر، ولكن المرور ديالكم خلال 10 سنوات في الحكومة وفي الجماعات الحمد لله يعني خليتي الصورة مشرقة الحمد لله. وشي واحد يساميوز تي ولا دير أنت هذه القضية، أنت عندك مكتب ديال الدراسات درس هذه القضية، جيب هذه 20 سنة ولا 30 سنة الناس اللي دارت التسميات ديالهم مشاو للمحاكم مشاو كذا إلى آخره تحكم عليهم. معظم اخواننا لا انا واحد الاخ الذي اخذ الى حد الان هو مولاه 1000 درهم داك السقع واحد الى حد الان الحمد لله. هاد الشيء راه ما عندوش ثمن الاخوان. اش تيقولوا لكم المواطنين ديالكم؟ اش تيقول لكم على عبد الاله بن كيلان؟ اش تيقول لكم حتى على سي سعد الدين العثماني الرجل العفيف؟
شي يقول لكم على الاخوان ديالكم بما في ذلك اللي دازوا في, 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 في الحكومه؟ الى حد الان لم يعير واحد بانه اخذ درهما درهم بغير حق، درهم واحد. شي يقول لكم على رؤساء الجماعات ديالكم؟ انا السيموح النهار اللي تجبدت عليه الهضره في الاول نظر ليه هذوك العفاريت والتماسيح، قال لك اخ نوش اليوم قال لك حنا ما كنشتكيوش من العفاريت والتماسيح. ثم هما التماسيح، ثم هما التماسيح والعفاريت راهم حاضينكم خدامين معاكم، علاش بغيتي تشتكي منهم؟ حنا كانوا ضدنا، فهمتيني ولا لا؟ فهمتي؟ قلت لهم انا الى السي محرج دالي والله ما عارف علاش تيهضروا. قلت لهم الى السي محرج دالي دا درهم قطعوا لي يديا والله حتى نقطع، بالله العظيم حتى نقطع. الى دا السي موح درهم بغير حق وقصدا. هذا الشيء ما عندوش ثمن الاخوان، بغض النظر على الكفاءات ديالكم، شحال ديال الاخوان ديالنا جاو لهذا الشيء هذا بلا تكوين بلا كفاءه بلا والو، ولكن غير حيت نيتهم حسنه وحيت بدلوا مجهود وحيت قراوا وحيت كذا الى اخره، المدن ديالهم تحسنات وهذا الى اخره. دابا شنو دوك وسط جيتي؟ شنو هذه الحكومه؟ شنو هذه التبهديله هذه؟ شنو هاد رؤساء الجماعات؟ شنو هاد الاختيارات؟ شنو هاد الوزراء؟ شنو هادو دابا اللي نايضين دابا فهمتيني ولا لا؟ فهمتيني ولا لا نايضين هالحريات الفرديه جنسي بليتروكوا الى اخره. دابا حيت انا ملي كنناقشهم تنقول لهم غير واش بعدا عارفين ريوسكم اش تديروا؟ حيت انا متاكد انهم ما عارفينش ريوسهم اش كيديروا. ماشي يساجي با ديال الحريات الفرديه، يساجي با راه اليوم اللي تيبغي يدير شي حاجه راه تيديرها. وهذيك دا ولكن دابا الا وقع المشكل كت تطلب من الدولة تدخل، ديك الساعة الدولة ما غتدخلش منك لمراتك، منك لبنتك، منك لاختك، منها ليك. راه هادو غايديروا الإجرام في بلادنا، الإجرام. أما الأسر سوف تتشتت، فين غنوصلوا؟ فين غنوصلوا؟ ففي هذا الوقت هذا الإخوان إلا كنتوا أنتم باغيين تمشيوا تجلسوا في ديوركم وتخباوا ليا وتدخشوا ليا مع عيالاتكم وتلامطكم والقجاقل ديالكم والكاسرونات ديالكم وداك المقارج ديالكم وداك الطواجن ديالكم وداك الكسكسو ديالكم، واخا 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 دير الكسكسو وتعيط على الاخوان ديالك وداك الشيء، فهمتيني ولا لا؟ إلا كنتي وبغيتي ديروا هذا الشيء قولوا لي أنا نمشي نديرو. تخليوش أنا بحال الحمق كنغوت بوحدي، علاش هذا الشيء اللي كنتكلم عليه ما كيتكلموش عليه الاخوان؟ علاش ما كتجمعوش الناس تقولوها لهم؟ دابا الأسرة ديال من اللي غتخرب، ديالي ولا ديالكم؟ طبعا حتى ديالي مهدده، كلنا الاسر ديالنا ستخرب. دابا الى بنتك بغات تاخذ يهودي ولا نصراني ولا هندوسي، فهمتيني ولا ما يمكنلهاش لان القانون يمنع ذلك. غدا تقول لك با بغيتي نبارك وسعود ما بغيتيش الله يهنيك. انا البارح ولا البارح بلغني ان واحد الفتاه مغربيه بنت اسره كريمه تزوجات بهندوسي، ماشي هندوسي. قلنا لها قلت لها واش من السيخ؟ قالت لي ميم با امها مسكينه، قالت لي ميم با. قالت لي واحد الفرقه في الهند ما عندها لا راس لا رجلين لا ما نعرف شنو الى اخره. وارنا دابا هذه تزوجات براجل، ارنا دابا الى جات بنتك جابت لك مراه قالت لك ابا هذه هي راجلي، ولا الا جا ولدك قال لك ابا هذا هو مراتي، جاب لك راجل قال لك هذا هو مراتي. بقاو تضحكوا، ضحكوا عليا الا بغيتوا تضحكوا. انا كنقبل الناس يضحكوا عليا، كنضحك عليهم ويضحكوا عليا، ما كاين مشكل. ولكن راه هذا الشيء اللي تنقول لكم راه واقع، وراه دابا جاي في القانون، هذا الشيء جاي في القانون. إلا داز ويدوز ولا ما يدوزش، خصنا حنا نديروا اللي علينا، ياك لاباس أسي. إيه ما بقاش. إذا كان ممكن صافا سيدي الرئيس. المهم هو الديفو ما يكونش فيا أنا، إلا كان غير في الميكروفون سي با غاف. حصيل آه.
شكرا شكرا. دابا الاخوان ديالنا دابا الوقت سال ياك، اش جات الدور شو تصلي وتخليونا شي باسم كاين دابا، واش بعد هذا الشيء تنقول لكم غتحزموا رؤيتكم وتنوضوا للخدمه ولا عاوتاني ولا غترجعوا لديوركم تخباو ولا غترجعوا تناوشوا عاوتاني بحال دوك بحال القرود في التليس؟ على كل حال راه بقى عندكم علاش الدابز داك الشيء مشى ربي سبحانه داج البان، راه ما بقات لا حكومه لا رئاسه الجماعه لا والو، دابا على الاقل خذوا واحد المهله باش تدابزوا واحد شويه، فهمتيني ولا لا؟ اسمحوا لي اسمحوا لي، لان التصرفات ديال الاخوان التصرفات ديال الدراري ماشي طبعا ماشي كلهم طبعا ماشي كلكم طبعا معظمكم عاقل ومتدين ومستقيم، ولكن خصكم تبداو تتهضروا ملي تشوفوا شي حاجه ماشي هي هذيك خصكم تغوتوا، وداك اللي غلط تقولوا له انت غلط السي فلان. طبعا ملي واحد ينوض يبدا يقول كلام ماشي صحيح ولا ينتقد في الامين العام ولا وانتم ساكتين طبعا بحال كتشجعوه. انا بصراحه ماشي دائما تنوقف اللي تنسمع الاذان، شي مرات تنوقف شي مرات كنكمل، لكن هذا كان كيودن معنا هنايا في وسط، ايضا ما يمكنش. ايوا حتى حنا راه الايمان ديالنا غير على قد الحال، عندك صحاب لكم شي فايده كبيره، احنا كنحاولوا شوف الله ملي غتكمل القضيه فين غنكونوا. انا الاخوان ديالنا دابا انا جاي باش نقول نطرح عليكم لان انتم دابا ماشي عاد غنقنعكم، واش كاين اللي كيقول لك 40 عام، كاين اللي كيقول لك 35، كاين اللي كيقول لك 30، تيقول لك هذه 20 عام وحنا معاك السي عبد الله، القليل فيكم 10 سنوات غادي يكون دوز معايا هي القليله، باقي ما عييتيوش. واش غادي نستمروا ولا نفرقوا هاد الجوج قلنا كل واحد يمشي في حالته؟ جاوبوني حتى الجواب ما تتجاوبوش. ضروري. انا نقول لكم واحد القضيه الاخوان، اللي لقى احسن من العسل يلعقها، اللي لقى احسن من العسل يلعقها. انا نقول لكم الا لقيتوا احسن من هذا الحزب سيروا ليه، لقيتوا احسن من هذه المبادئ سيروا ليها، لقيتوا احسن من هذا الدين سيروا ليه. حنا خصنا نشعروا بالسعاده، حنا رابحين على كل حال اذا تقبل الله، اذا تقبل الله. واش رابحين ولا ما رابحينش؟ حنا رابحين على كل حال، وما يمكنش الانسان يوقف، خصو ما يوقفش، ما يوقف في جميع الاحوال، واخا يتحل هذا الحزب كاع، واخا يتحل غيبقى عندك ما دير، واخا تجمع غير 10 ديال الدراري نهار الحد وتحفظهم شي آية من القرآن الكريم ودير لهم شوية الشفنج والزبدة والعسل وتعطيهم كاس ديال أتاي، فهمتيني ولا تخسر عليهم واحد 50 درهم وترتقي بها عند الله. لأنه دابا واحد القضية الإخوان ديالنا المحترمين، هادشي ديالنا دابا حنا صحيح كبرنا شرفنا ما بقى قد ما فات في جميع الأحوال، ما بقى قد ما فات، ولكن كاين واحد القضية هادشي خصو اللي غيهزو عاوتاني دابا، خص ولادنا والاحفاد ديالنا والاصدقاء ديالنا والجيران ديالنا، لان الناس اللي لانه حنايا شنو حنايا اون فان كونت دابا، واش انا نبي ارسل الي عندي شي تكليف من الله تعالى؟ انا غير واحد المواطن عادي بحالي بحالكم، سمعت نداء فاستجبت له سيتو، واذا كل واحد فيكم سمع نفس النداء واستجاب له يجب ان لا يتراجع حتى نلقى الله. ملي نلقى الله تعالى ملي نموتوا ديك الساعات المهمه ديالنا انتهت، وفي انتظار ذلك يجب ان ننقل هذا النداء، هذا النداء اللي هو كله خير للجماع ديالو، قوله تعالى فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا. حيت الاخوان ديالنا واحد القضيه، واش الفساد كيخرج؟ الفساد واش تيخرج؟ النهار اللي دازت الانتخاب، النهار اللي دازت لا كوب دي موند في قطر، الصوره ديال المغرب اصبحت اشرقت على العالم، ناض واحد المرقوع ديال واحد مول الطاكسي فهمتيني ولا لا، وصل واحد الانجليزي قال له شحال لا كورس ديال 700 ريال، قال له 7000 ريال. الاخر مشى نشر داك الشيء في الفيسبوك دار فر داك الشيء، شحال ديال الناس اللي ربما كانوا عوالين يجيو للمغرب كسواح، يعني الفساد الاخوان يخرب الديار.
ما تبقاوش تقولوا شنو وقع في سوريا شنو وقع. الفساد 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 يخرب الديار، الفساد يخرب العمران، الفساد يهددكم في بيوتكم. اسمعوا لي كلامي مزيان، شنو نقول لكم؟ يهددكم في بيوتكم، يهددكم مع ازواجكم، يهددكم مع اولادكم، يهددكم مع حكامكم. كيف وبماذا ستحاربون الفساد؟ بالدعوة، نعم بالدعوة، ولكن الدعوة بوحدها ما كافياش. الدعوة هي مزيانة كيستقم واحد وهذا إلى آخره، ولكن كيستقم شي شوية تيشوف الفساد عام تيقول لك أنا إلا ما درتش بحال هكذا ما غاديش نعيش كاع. تيخص الفساد، تيخص الصلاح يولي حالة عامة. باش يولي حالة عامة خصو يكون في كل شيء، خصو يكون في الدعوة، خصو يكون في الوظيفة، خصو يكون وخصو يكون في السياسة. وباش يكون في السياسة خصكم تجمعوا ريوسكم. واش دابا قولوا لي من أخاطب؟ هل أخاطب أشخاصا فيهم روح وحياة أم أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون؟ راه ماشي تنطرح عليكم الأسئلة غير هكذا، راه كنطرح عليكم من قلبي الخالص يشهد الله. راه اليوم نقول لكم أنا الحقيقة زعما راه كان اليوم كنت ما غنجيش حيت عيان وعندي مبرر باش ما نجيش، ومع ذلك توكلت على الله وقلت نجي. فهمتيني ولا لا؟ وما عرفناش شنو هو المستقبل، المستقبل بيد الله، شنو غيوقع ليا ولا الله اعلم. ولكن الطريقه حنا تقرطينها. دابا جاوبوني واش ان شاء الله غادي تحزموا ريسكم في بالمناسبه رانا اول لقاء كندير مع الاخوان هو هذا الا باقي كنعقل. ملي وليت رئيس ديال الحكومه، ملي وليت رئيس ديال الحزب امين عام في المؤتمر الاستثنائي، لدابا ما عقدتش لقاء مع شي مدينه، عقدت لقاءات مع الجهات. ياك اسي انتم الاولين. ها شكون هذه كذا انتم؟ والمهم انا بقى في البال ديالي انتم الاولين. انا يسحبني واش كاين في الاول استنيت باللي كاين عموم المواطنين. فهمتيني ولا لا؟ قلت ملي قال لي السي عبد العزيز اول بعدا تنهنيه، هو اللي اخترتيه والثقه ديالكم فيه، وتنهنيه اللي قبل المسؤوليه، لان التماره هذه راه تماره هذه ماشي تماره هذه. فهمتي؟ هو قبل باش يتحمل المسؤوليه ديالكم. فهمتي؟ فيكم شي نوامر. وخليونا دابا من هذا الشيء صافي. دابا كان في الماضي الناقد مشاو، الله يرضي بينا وبهم، الله يرضي بينا وبهم. فهمتيني ولا لا؟ وملي هو قبل قال لي السيف الى تجي قلت له نجي، لم اتردد معاه. هو عاد هو اتصل بالاخوان المسؤولين ديال سميتو، وبالاضافه الى هذا انا عندي التزام اجتماعي دابا في الدار البيضاء، ربما نمشي ربما ما نمشيش، ولكن جيت لانه باش قلت مادام الا كنتو نتوما غتجيو نجي نشجعكم، ونشجعكم باش تقوموا الواجب ديالكم. بقيت عايش مت بحال انا غير واحد الانسان واحد. انا مصبر كنقول لكم هذا الشيء، انا غير واحد منكم سمعت هذا النداء واستجبت له. فهمتيني ولا لا؟ ما يمكنكمش تخلوني بحال الحماق كنغوت. خصكم كل واحد فيكم يتحمل المسؤوليه على قدر المستطاع ديالو. ما قلت لكمش انتم كلكم توليوا رؤساء حكومه، ولا كلكم توليوا نواب برلمانيين، ولا كلكم توليوا زعماء، لا. ولكن كل واحد فيكم راه يمكن له يدير العجب العجاب. ما فيه شك. طبعا كاين مقابل هذا الشيء هذا، كيمكن لكم تمشيو لديوركم وتقابلوا شغلاتكم الشخصيه، ولكن وانا ماشي ضد شغلاتكم الشخصيه، ماشي ضد مثل لا، ولكن هذا الشيء هذا تيبقى واجب، وتبقى خصكم وتبقاو صادقين وتبقاو معقولين، وتبقاو معقولين مع بعضياتكم. لان الاخوان الى اش قال لهم سيدنا عمر؟ قال لهم حنا راه حنا كنتجاوزوهم غير بالاخلاق ديالنا. إذا استوينا وإياهم يعني في 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 الفساد، قال لهم لهم العدة والعدد، لهم العدة والعدد وعلينا سيهزموننا. فهي فينا هي هذه الأخلاق؟ فينا هي هذه المبادئ؟ وفينا هي هذه القيم؟ فينا هو هذا الإيطار أن توتر على نفسك ولو كان بك خصاصة؟ فينا هو عدم التنازع ولا تنازعوا فتفشلوا؟ هذه المعاني الإخوان اللي كتقراوا في القرآن الكريم، قلت لكم بلا القرآن خصو يظهر عليكم. حيت دابا شحال من واحد كيقرا القران، ويقرا القران بزاف وداك الشيء. ما تقراش القران بزاف، قرا غير شويه، ولكن داك الشيء اللي قريتي حاول تلتزم به. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.